طيب في بقى مجموعه من السيجنال اوبريشنز ممكن نعملها على الكونتينوس تايم سيجنالز. ممكن نعمل حاجه اسمها سيجنال اديشن، يعني اجمع اكس اوف تي زائد واي اوف تي بتساوي زي اوف تي. ممكن اعمل كونستانت مالتيبليكيشن، وده الرموز بتاعتها في الرسمه. لو انا عندي رسمه فيها الرمز ده ببقى عارف ان ده بلس ده بيطلع هنا في الاوتبوت ده. ممكن يبقى في عندي كونستانت مالتيبليكيشن، يعني اضرب السيجنال دي في الفا. ممكن ان انا اعمل حاجه اسمها تايم وفريكوانسي شيفت. التايم شيفت دوت بسميه ديلي، الشيفت ان فريكوانسي هنسميه موديوليشن، هنتكلم عليه ان شاء الله لما اتكلم على الفوريه ترانسفورم. خلينا نتكلم الاول على الشيفت ان تايم. يعني معنى كده لو في عندي اكس اوف تي انبوت، لو عملت ديلي بتاو يبقى معنى كده بتطلع لي اكس اوف تي ماينس تاو، يعني هي السيجنال نفسها بنفس الشكل بس متاخره بمقدار تاو. لو بتكلم عن حاجه اسمها تايم سكيلينج، تايم سكيلينج دي معناها ان انا لو انا فرضا فور اكزامبل خدت اكس اوف ماينس تي، هي عباره عن ريفلكشن اوف اكس اوف تي، يعني بمعنى ان انا بقلب السيجنال بتاعتي وذ ريسبكت تو الاوريجن. لو انا خدت اكس اوف اي تي، يعني عملت بقى سكيلينج، معناها ان انا ممكن اعمل السيجنال بتاعتي دي اخدها يا اما اعملها كومبريشن يا اما اعملها اكسبانشن، يعني اوسعها او اضيقها. اوكي، فدي ممكن انها يحصل منها ان هي يعني تخلي لي السيجنال بتاعتي تبقى بنفس الشكل هو بس التايم سبورت بتاعها يبقى اقل، او بنفس الشكل بتاعها بس التايم سبورت بتاعها يبقى اكتر. برضو ممكن نعمل حاجه اسمها تايم ويندوينج. تايم ويندوينج دي معناها ان انا بضرب في ويندو سيجنال دبليو اوف تي. يعني ايه؟ يعني باخد السيجنال بتاعتي دي واضربها في دبليو اوف تي، ويبقى النتيجه عباره عن اكس اوف تي دبليو اوف تي. دبليو اوف تي دي عباره عن ويندو. ويندو معناها ان حاجه شكلها كده تسمح ان السيجنال تعدي في منطقه وما تعديش في منطقه ثانيه. يعني بقول مثلا فرضا ان انا عندي لو انا خدت كوزاين سيجنال اوكي وضربتها في حاجه شكلها ويندو من 0 لغايه 1 والباقي بصفر، يبقى معنى كده ان انا عملت ويندوينج للسيجنال دي تبقى من 0 لغايه 1 بس. بحول انا بعد ما اعمل تايم ويندوينج ده بحول السيجنال بتاعتي من سيجنال ممكن تكون انفينيت سبورت احولها لحاجه فاينايت سبورت.